بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجمعنا بكم لقاء جديد في برنامج فتاوى وبصحبتنا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن. مرحبا. الله يبارك فيك أهلا وسهلا. نعم، نرحب أيضا بمشاهدينا الكرام الذين ينضمون إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. أرقام هواتفنا على الشاشة وبريدنا الإلكتروني أيضا. نتمنى أن تكون مشاركتكم مباشرة معنا عبر الهاتف وعبر البريد الإلكتروني. أرحب من جديد بالشيخ محمد أحمد حسن. الله يبارك. وبحمد الله اليوم هو 27 من رمضان المبارك. أيوة. بحمد الله سبحانه وتعالى الناس في هذا الشهر الفضيل يعني مرنت أنفسها، وقدر الناس يعني يعملوا لهم برنامج روحي نقول ممتاز. نتمنى أن الناس يحافظوا على هذه الخصال الطيبة والالتزام الشديد بالصلوات في جماعة والتراحم والتواصل، كلها خصال طيبة وجميلة. نعم، نحن نتمنى أنه أو نذكر الناس بأنه كيف بعد يومين ثلاثة الناس مقبلين على العيد، وأغلب الناس بيقوموا بيتناسوا هذه المسألة وهذا البرنامج الروحي. يا ريت نذكر الناس بضرورة الالتزام بهذه الخصال الطيبة. نعم. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلا زي ما ذكرت أنه الناس يعني الحمد لله المساجد كانت عمرانة بالمصلين في الأوقات الخمسة، وصلاة التراويح والنساء ما إن شاء الله، وصلاة التهجد وقراءة القرآن والاستماع لحلقات العلم، دي كلها نفحات في رمضان عظيمة. يبقى كل مسلم صام رمضان وذكر الله أخذ شحنات نورانية. الشحنات النورانية دي تنير له الطريق بعد رمضان. يبقى الخصال الحميدة دي ما نتراجع عنها بعد العيد، لأنه في كما ورد في الحديث أحب العمل إلى الله أقل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يبقى العمل المحبوب إلى الله الصحب يداوم عليه ولو قليل. يبقى نحن كسبنا خصال، ابتدينا نفتح المصحف نقرأ القرآن، نستمر على الخصال دي. عودنا نفسنا على حضور صلاة الجماعة فلنستمر. عودنا نفسنا على حلقات العلم فلنستمر. نحن ناخذ التلفون ده مستعجل شوية. من السعودية تايلا محمد، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ عندنا سؤالين للشيخ محمد حسن. نعم تفضل. سؤالين، طبعا السؤال الأول، عندنا الوالد طبعا عنده غسيل كده طبعا، والسؤال الثاني طبعا، السؤال الثاني طبعا قبل فترة طبعا بقول له يجي الحج، وقلت له الحين طبعا ما يقدر يجي الحج. كويس. طيب وممكن واحد يسجله ولا كيف؟ أيوة، يعني هو كان زمان قبل ما يمرض كنت ناويين يعني تجيبوا لي الحج، يعني نجيب الحج. ايوه. نعم. الان عنده مرض ما بخليه يقدر يعني يؤدي الفريضه. كفيل عليه. نعم. يقدر يحج. نعم. 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 طيب الواحد ممكن يحج له ولا كيف؟ نعم. كويس. نعم شيخ. طيب. طبعا الوالد قال انه كبير في السن وكفيف وكذا وعنده غسيل. ما بيقدر يجي هنا. يبقى في الحاله دي واحد من ولاده يحج نيابه عنه. على شرط الولد ده يكون حج عن نفسه أولا. نعم. أدى فريضة الحج عنه أولا، بعد ذاك يحج عن والده. ويجوز يحج عن والده، زي ما جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حج عنه. نعم. يبقى شو دي بيت؟ حج عن أبوه، هذا حج عنه. يبقى هسه نقول له أخو ولدنا ده حج عن أبوك، إذا أنت حجيت أديت حجة الفريضة. ما أديت حجة الفريضة في واحد من أخوانك حجة الفريضة، يحج عن والده. ما حصل واحد فيكم حجة، واحد فيكم حجة السنة دي، السنة جاي يحج عن والده. نعم. معنا تلفون تاني. ألو مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا عبد الله. الله يديك العافية. نعم تفضل. لو سمحت اكلم الشيخ. نعم تفضل. كيف حالك يا اخي؟ الله يبارك فيك. بارك الله. الله يسلمك يا اخي. الحمد لله يا اخي. والله كنت السنه اللي فاتت عندي حادث مروري. فتوفي معي شخص. نعم. وتوفى معي شخص. نعم. ايوه. انت كنت سايق العربيه يعني؟ انا كنت سايق العربيه، وتعرض علي واحد وخشيت في شاحنه. ايوه. ايوه انا سايق العربيه. ايوه.
وتوفى معايا الشخص كويس وفرض عليه الدية طبعا 151,000 ريال. اي دفعتها وطبعا وما قادر طبعا ما قادر اصوم والله ما بقدر اصوم عشان كذا بس دار انت طيب كذا بالله ما بتقدر تصوم عندك يعني مرض مزمن والله شيء والله عندي معده وبس بدأ بحس في رمضان ده مقدر لكن برضه يعني بس بلعب شويه يعني في حاله الصوم يعني كويس وبطا على جاني يطعم مثلا كويس يطعم الشهرين هي طبعا هنا الحاجة المواردة في الشرع إن زول كتلي وفي حديث حركة زول كتل عن طريق الخطأ والسواق الكتل الشخص ذا عن طريق الخطأ بترتب عليه حكمين شرعيين الحكم الأول دفع الدية إلى أهل القتيل إلا إذا عفوا قالوا عفينا خلاص قالوا دايرين ديتنا يدهن الدية نمرة اثنين عليه صيام شهرين متتابعين يعني 60 يوم أو ببداية الشهر الأول لغاية الشهر نهاية الشهر الثاني هنا ده طبعا في القرآن في الظهار يعني ربنا ذكر زول اللي قال لي زوجتي أنت عليك ظهر أمي في الحالة دي عليه صيام شهرين متتابعين وإذا ما بيقدر يصوم يطعم 60 مسكين لكن في القتل الخطأ ربنا ما ذكر الصيام ولذلك هنا ده جمهور العلماء قالوا زول ده يصوم يعني يصوم أي ما في حكاية عندي عذر ما بقدر أصوم دي إلا الشافعية قالوا 3 مذاهب الناس أبو حنيفة المالكية الحنابلة قالوا عليه يصوم يعني يصوم ما في طريقة إطعام عليه له أبدا لازم يصوم الشافعية قالوا قياس على الظهار وإذا كان زول عنده سكر عنده كلى ما بقدر يصوم يطعم 60 مسكين ليه؟ لأن في القرآن ما ذكر الإطعام قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ما ذكر الإطعام قالوا لا بد يصوم النصيحة النصيحة لعبد الله إنه العلماء قالوا ما في طريقة صيام وإنت هسه صايم رمضان وبتتعب لكن حاول باصر ولو تنتظر لغاية الشتاء ما يجي والجو في الشتاء بارد والنهار يصير صوم في الشتاء لكن طريقة الطعام ليك ما في حسب رأي جمهور العلماء نعم ناخذ عمر من شرق النيل مرحب عليكم السلام أحييك أخي الكريم محمد نور وحي عبرك شيخنا الجليل محمد أحمد حسن على تواصلكم معنا طيلة فترة هذا الشهر الكريم الله يبارك لما تفضلتم به من فتاوى تنفع المسلمين في أمورهم الدينية وذلك من خلال قناة الشروق الفضائية ونحن نستشرف خواتيم هذا الشهر الكريم نسأل الله أن يجعل تواصلكم معنا في ميزان حسناتكم إنه سميع مجيب عمر أبو قرون شرق النيل بارك الله فيك جزاك الله كل خير على الكلمات الطيبات دي الله يخليك أنا بزار سؤالين إذا سمحت لي يعني تفضل أفضل وقت يعني اللي يخرج زكاة الفطر 200 السؤال الأول السؤال الثاني زكاة الفطر بالنسبة للأيتام واليتامى إذا كان حالتهم متيسرة ممكن نديهم الزكاة جزاكم الله خير وبارك الله شكرا جزيلا شكرا عمر أنسى وقت لزكاة الفطر اللي هي الأيام دي يعني اليومين دي للنهار ده وباكل ليه هو طبعا الفقهاء الشافعية والأحناف قالوا يجوز خراجي من أول يوم في رمضان المالكية والحنابلة قالوا قبل العيد بيوم أو يومين واليومين دي النهار ده باكر أفضل يوم ليه؟ لأنه ما الأيتام دي لما نديها زكاة الفطرة تقدر تدبر حالة تمشي السوق تشتري كسوية لولداتها تشتري ملايات فرشات ذا تزين بيته وتسمح بيته استعداد للعيد عشان ولداتها ما يشعروا بيتمهن وإنهن يعني بيت تعبان وبيت المسلمين سمح علينا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم واليوم العيد فرحة عام للمسلمين ما داير ينزل يكون حزين في هذا اليوم أفضل وقت نديها اليومين دي نعم قال لو الأيتام يعني حالتهم ميسورة هل يحق لنا أنه نحن نديهم برضو زكاة الفطر ربنا تبارك وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين يبقى الصدقة يعني الزكاة تمشي للفقراء والمساكين والأيتام دي فرضنا أبوه ما شاء الله زول غني
عنده عقارات عنده عمارات ويتوفى يبقى ديل هم أيتام لأنه فقدوا أبوهم لكن أبوهم ترك لهم ثروة كبيرة يبقى ديل ما نديهم لأنه ما محتاجين ما فقراء أيتام فعلا لكن ما فقراء. نعم معانا من ربك سليمان. مرحب. عليكم السلام. معك سليمة من ربك. سليمة مرحب. يلا عاوز أسأل الشيخ. نعم تفضل. يلا لو عندي أيام عاوز أكفيها وصومت السدود بتكون بصوم بكون بعجل السدود ولا أكون كفيتها؟ أيوة نعم كويس. نعم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهري. صام رمضان يعني كفر رمضان كله وجل صام ست يوم من شوال يبقى صام كم يوم؟ صام 36 يوم. نعم. نضربه في 10 يدون 360 عدد يوم السنة كم؟ 360 كانوا صام السنة كلها. نعم. لكن فرضنا مثلا بيتنا دي فطرت في رمضان 6 يوم بسبب الدورة الشهرية ودارت صوم السدود قالت تجمعهم كلهم بنية واحدة وصامت السدود بنية القضاء والسدود يبقى الحلي صامت كم يوم؟ صامت 300 يوم. نعم. نحن دارين منها 360 ناقصات 6 يبقى صومي الست يوم حقة القضاء وصوم الست يوم السدود يبقى صمت 36 يوم قفلت السنة كلها. نعم الست يوم اللي بتاعت القضاء دي لازم تكون قبل السدود؟ ما هي النداء طبعا لازم تكون قبل السدود لكن فرضنا قالت اخواننا دا كان الدنيا عيد والضيوف كتار ما تمكنت من صيام السدود وسع شوال قرب يفوت ممكن اصوم السدود بعدك اصوم القضاء نقول لها نعم برضي جايز. نعم نعم الو معنا منو؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام. فاروق محمد احمد معك من السعوديه. مرحبا يا فاروق. كيف حالك طيب؟ الحمد لله والله تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. نعم. بارك الله فيك. الله يسلمك. عندي زوجتي السنه اللي فاتت اي كانت حامله ومعها سكري. ايوه. وطلعنا الفدية والسنة دي جاء صامت. أيوة صامت صيام ساعة ما حصل لها شيء خالص. لا صامت هاي. ما حلت شيء من أول الشهر صايمة. أي ما تعبت يعني بالسكر ما زاد لها. لا ما تعبت ولا جاء شيء ولا أيوة. أي 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 كويس نجاوبك إن شاء الله. ما قضت السنة الفاتت مش لسه؟ أي أي كويس نجاوب. نعم. خلاص ان شاء الله نرد على اخونا قال ان زوجته السنه اللي فاتت كانت حامل وكان عندها سكري ما صامت وطلعوا الفديه اللي هي اطعمه 30 مسكين. السنه دي رغم صامت بالرغم ان عندها سكري صامت يبقى اذا نقول اختنا دي تقدر على الصيام ما بنقدر نخدها في اصحاب الاعذار المزمنه ما دام صامت السنه ان شاء الله وفاضل يومين لرمضان وصامت ما جرى لها شيء يبقى نقول لاختنا اخونا زوجتك دي بعد العيد بعد ما تنجمع تقبلها كراس تقضي رمضان حق السنة الفاتة والإطعام يبقى لكم سواء وتقضي بشنو بالأقساط يعني في الأسبوع تصوم يومين كل أسبوع يصوم يومين أو لو صامت يوم واحد لغاية رمضان حق السنة جاء تكون سدت الدين العليا. نعم برضو هو معانا من السعودية أخ مرتضى. مرحب. مرحبا السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. بارك الله. الله يبارك فيك. لو سمحت اسال الشيخ. نعم تفضل. عندي سؤال الاول انا يا شيخ بالنسبه لزكاه الفطر. اي قطع الخط. قطع الخط نعم معلش ان شاء الله يعود مرتضى ثاني من جديد. سمع. لكن حقه برضه نذكر الناس اغلب الناس في السعوديه بيسالوا من انه هل يحولوا زكاه لا 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 زكاه الفطر طبعا هي تصرف على فقراء البلد الصمت فيها رمضان. يبقى اخواننا دي اللي كانوا مغتربين كانوا دارين يعيدوا في السعوديه هناك يوزعوا لفقراء السعوديه المسلمين. اذا جاي يعيد هنا يطلعها هنا. لانه هنا الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي معاذ بن جبل تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني تؤخذ من اغنياء البلد تصرف في فقراء البلد. ما بيجوز نقلها الا لامر ضروري في حاله عدم جد ما في فقراء في المنطقه حتى يجوز نقلها لبلد ثاني. نعم نعم. في برضه واحد بيسال قال هو عنده نيه انه يكفل ايتام. ايوه. وبيسال عن الطريقه المثلى لكفاله اليتيم، هل بتكون بس بمتابعته يعني اعطاه أيوة. مرتب شهري مثلا؟ كويس. ولا هي اسلم طريقه لكفاله الايتام انه يكفلن هم في بيت، يعني مثلا يشوف ام زوجها توفى عندها ولادات ايتام.
يقوم يقول لها انت انا بعمل لك مرتب شهري يعني كل شهر تاخذي له 500,000 جنيه من الدكان او من المكتب او كده وتخلي الكلام ده سر، انا ما دار بعمل العمل ده لله خالص، لله دار الاجر والثواب، خلاص يبقى هو عمل مرتب للايتام ديلا. وطوالي من وقت لآخر برضو يعني تأكد من صحتهم ماشيين تمام حاجات كذا لغايته يعمل لهم مرتب شهري. كذلك برضو امرأة تانية وهكذا، يعني يكون هم في بيت ويعمل لهم مرتبات شهرية. لأحسن حاجة لكفالة اليتيم، لأن عمل خالص لله بعيد من الرياء. لأنه لو أنا جبت اليتيم ده من أمه وقلت له يا ربي معي يأكل مع أولادي، يمكن ربما يشاكل مع الولاد، الولاد يشاكلوا معه، تحصل حاجات كذا تضيع لي سوابي. أحسن حاجة خليهم مع أمه وأعمل لهم مرتب شهري. نعم. معنا من أم بدة جواهر، يا مرحب. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، تفضلي. يلا عزيز علي الشيخ. نعم تفضل. يلا، أنا عندي رمضان بتاع قبل 3 سنين عملوا لي عملية بتاع لوز، أيوة، وصمت منا كم 20 يوم يعني. سمح. دي ايام ما صمت زي 12 يوم. سمح. وجاني رمضان بتاع السنه اللي فاتت بتجيني الدوره بكميات كثيره، ايوه، ما قدرت اصومه، ايوه، لحد يعني ضميري بقى ضعيف خالص. كل رمضان السنه اللي فاتت ما صمت يوم؟ لا، كل رمضان بتاع السنه اللي فاتت. لا لله، يلا ما صمت نهائيا كله. سامح. وعندي اهو السنه دي في صايمه، يلا بس دايركتور اعمل شيء واحد رمضان السنه اللي فاتت و12 يوم اللي فاتت. كويس. اول حاجه بنت انا، انت قلتي رمضان السنه اللي فاتت كل ما صامت بسبب الدوره كان مستمر الشهر كله. ما في بنت ولا امراه ان دورتها تستمر شهر كامل. الدوره الشهريه بتاعت النساء 3 يوم، وحدات 5 يوم، وحدات 6 يوم، وحدات 7 يوم، ما بتزيد من 8 يوم. يبقى بنت دي كانت مستحاضه، ما دم حيض، والمستحاضه طاهره. كان اول حاجه بنت دي جات الدوره الشهريه والرمضان، تقوم تعد الايام اللي كان قاعد تجيها قبل رمضان، مثلا نقول عادتها 7 يوم، تعيد 1 2 3 4 5 6 7، تمت ال7 يوم تختصل طوالي وتصلي وتصوم والدم ماشي لغاية من 7 رمضان لآخر للعيد. الدم ماشي، ده كله يعتبر دم استحاضة، والمستحاضة طاهرة 100%، تصلي وتصوم وتعمل كل ما يعمل الطاهرات. هي مسكينة احتقدت انه الدم النازل ده كله دم استحاضة، وعارفة انه قايلة نفسها حيض، والحيض طبعا ما بينفع معه الا الصلاه والصيام، لكن ده خطا منها. كان تسال يا بنت، اي الواحد يسال يستفهم. اسال خلاصه، نمره 1 مطلوب منك تستغفري، لانك فطرتي في رمضان وانت يعني طاهره، الاستحاضه دي طاهره وما صمتي، اسح تستغفري، دي نمره 1. نمره 2 تجيبي لك كراس، عندها من الشهر اللي قبله 12 يوم تكتب 12 يوم زائد السنه بتاعت الشهر السنه اللي فاتت كل ما صامته باعتقاد ان الدم النازل ده دم حيض، تقوم تعيد اليوم ده كله تصوم بيوم بيوم، يعني ما بنقول عليها القضاء والكفاره، لنا هنا متأولة يسموها. 12 زائد 30 يبقى 42 يوم تصوم بالاقساط، بعد العيد الصح صايمه، بعد العيد تنجم شويه تجيب لك كراس تكتب فوق وتقول ان علي السنه اللي قبل فاتت 12 يوم، والسنه اللي فاتت كل ما صمت لانه كان بيعتقد ان الدم النازل ده دم حيض ما صمت كله، هتبتدي تقضي يعني لازم تقضي يعني لا بد تقضي بالاسبوع تصوم 3 يوم أو الجو حار تصوم يومين لقات ما تسد يدين عليك مع التوبة والاستغفار، ربنا غفور رحيم. لكن كل النصيحة دي ليكي ولكل بنات حواء، ما أي زول عندها دورة شهرية مما بلغت واحدة عادتها تقول 5 يوم، مجرد ما تميت ال5 يوم طوالي تختسلي وتصلي وتصومي والدم النازل بعد ال5 يوم دم استحاضة. واحدة عادتها 7 يوم، تميت ال7 يوم تختسلي وتصلي وتصومي الدم النازل بعد ال7 يوم دم استحاضة، وهكذا بتحسب العادة من يوم ما بلغت. كمان نقول لي بنت الندين استمريتي شهر الدم نازل عليك، ما كانت تقعد تمشي لدكتور اخصائي بتاع امراض النساء يديها علاجات لاحياء في الدين. نعم. معنا من ود مدني عفراء، يا مرحب. الو، مرحبا يا زهراء. ممكن اكلمك؟ نعم تفضلي. هذا سؤال عن تفضلي. نعم. الغنى في الميوزك كليبات وكذا يعني حرام؟ الغنى هاي
كويس. يعني انا عندي كاميرا وبصور بيع، يعني ده بيسمح لي حد يبتدي يتعلم لي انه في الفرما. ايوه كويس. نعم. اي طبعا هنا ده العلماء باختصار شديد، الكلام كثير في موضوع الغنى ده، لكن باختصار شديد العلماء المعاصرين وعلماء الاثر قسموا الاغاني لنوعين. النوع الاول اغاني الهابطه المايعه فيها كلمات بذيئه كلمات الحاديه، دي حرموها. اما الاغاني الثانيه فيها زي الاناشيد الوطنيه والاغاني الحماسيه تدعو لمكارم الاخلاق وصله الارحام والشجاعه والبطوله اباحوها. دي باختصار شديد. نعم نعم. هنا بيت انا كمان سؤال الثاني، قال عندها كاميرا بتصور بها. هل الكاميرا دي كان بتصور بها صور تذكاريه؟ هنا ما في مانع، لكن عاد تم تصوري حفلة الزفاف البنات ورقص مع الشباب وخليط ويطاقش ان البنات مع الولاد، لا بس. نعم. انا بذكر مشاهدينا الكرام انه نحن بعد نهايه هذه الحلقه سنبدا تسجيل حلقه عيد الفطر المبارك على الارقام اللي معانا او الظاهر على شاشتنا في حين واخر، واتمنى انه المشاركه من الساده المشاهدين. نستقبل صلاح من السعوديه. مرحبا. الو الو مرحب. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد احمد حسن من العمره. اي بالنسبه للعمره عندي بعد ما اعمر بدي اعمر لوالدي. كويس. هل يجوز اعمر خمس عمرات في يوم واحد؟ ايوه خمس عمرات. اي نعم. وثانيا بسال من السلام رد السلام. السلام رد السلام عليكم يا مرحبا. ايوه كويس. حتى رد مرحبا انه مرحبا بيقولوا الرد ده هذا رد اليهود. نعم كويس. السلام عليكم. عليكم السلام. هنا ما الإمام مالك قال يكره تكرار العمرة أكثر من مرة في السنة، للإمام مالك رحمه الله. لكن جمهور العلماء من السلف والخلف على أن يجوز تكرار العمرة في العام أكثر من كذا مرة. وأخونا ده قال إنه هل يجوز أكررها خمس مرات في اليوم؟ فيها مشقة وإرهاق ليه، ما بيقدر يتقنها. أنت كل يوم أدي لك عمرة، عمر اللي رقبتك وعمر اللي والدك وعمر اللي والدتك، بس دي الأولى. أولى هديتك للأعمال الصالحة، ما توزع عملك ساكت للناس. أولى بالناس والديك، لأمك وأبوك، دي تعمل لهم عمرة، تعمل لهم حجة تطوع، تعمل لهم صدقة. أما أخوانك وعمامك والتاني دي الكزول بطريقته، عمله خلي لي رقبتك. أسعى ولدنا ده قال داري يعمل خمس عمرات في اليوم، ما بتقدر تتقني، لأنه حيقوم العمرة مش التنعيم. داخل مكة أحرم وجاء طب البيت وسعى بين الصف والمروة، أقل شيء داير 10 ساعات 12 ساعة عشان يعني العمرة أقل شيء دايرة لثلاثة ساعات. لا الثلاثة ساعات كل عمرة يبقى الحالة دي يكون فيها إرهاق ليك. أعمل عمرة كل يوم لكن ما تعمل خمسة كل يوم. قال بالنسبة لرد السلام لكن داير أقول له الخمسة عمرات دي لمنو؟ ما في كفاك واحدة ليك، واحدة لأمك واحدة لأبوك، والباقي داخل لصلاة وذكر وتسبيح ليك أنت. نعم. بالنسبة للسلام قال يقول السلام عليكم يقول له مرحب. أيوه هذا كلام خطأ جدا، وسؤاله ده مهم خالص. يعني في ناس كثيرة تقول له السلام عليكم ويقول لك أهلا وسهلا، يبقى الحالة دي يؤسم، لأن ربنا تبارك وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولذلك العلماء قالوا بدء السلام سنة والرد فرض، لأن ربنا أمرنا برد السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لأمر من الله. ولذلك يزول مرة على أخوه المسلم قال له السلام عليكم، فرض على المسلم ده السمع السلام يقوم بالرد، وعليكم السلام ده أقل شيء ده رد، وأحسن منها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده أحسن منها. أما غير كده يبقى معناته لو زول قال لي أخوه المسلم السلام عليكم وقال لي أهلا وسهلا يبقى يؤسم، سجلت له معصية، خالف أمر الله. معانا من الخرطوم بدور. يا مرحب. ألو مرحب. ألو مرحب. إيه مرحب بك يا بدور. أهلا تفضلي. داير عن محمد أحمد حسن. نعم تفضل. نعم. عندي سكري. أيوة. عندي سكري أي. داير اسمع أتعب من الكفارة. سمع. أي كويس. قالت عندها سكري ودايرة تطعم ما تقدر تصوم. الكفارة اللي هي طعم 30 مسكين،
إذا بطريقتين، يا بطريقة العيش يا بطريقة القروش. كان داير بالعيش تمشي الطاحونة تشتري لها 5 أرباع ذرة، وكل بيت فيه 6 أنفار تدي ربع، 5 أرباع كل بيت فيه 6 أنفار وأكثر تدي ربع، عشان الجملة يكون أكلت 30 نفر. كان داير بالقروش كل مسكين تدي جنيهين، لأنه صحن الفول بزيت السمسم والجبنة قبل رمضان كان بجنيهين. كل مسكين جنيهين جنيهين، ما شرط توزعهم في يوم ويومين، توزع لغات ما تلقى المساكين دي، على شرط يكونوا مساكين، الشرط الثاني يكونوا 30. ممكن أختنا تكلف واحد من ولادة تديه كل يوم إطعام 3 مساكين، تلقي مسكين تدي جنيهين، تدي الثاني جنيهين، اليوم الثاني برضو تدي على الأقل، ما يوصل العدد 30. نعم. طيب برضو من الأسئلة اللي قاعد تجينا طوالي، يعني في واحد قال بيسأل هو من مسألة تحديد النسل في الإسلام، والمسألة دي مكررة كثير من الناس بيحاولوا يحددوا. صحيح. نعم. هنا العلماء طبعا درسوا الموضوع ده وقاموا قسموا النساء إلى نوعين، في تحديد النسل وفي تنظيم النسل. نعم. تحديد النسل معناته امرأة جابت لها 3-4 قطان، يقوم الزوج والزوج يقول خلاص نوقف الولادة، المعيشة صعبة ونأكلهم شنو والمعيشة وكده. يبقى ده قالوا حرام، لأن ربنا هو وحد المتكفل بالأرزاق. ده اسمه تحديد النسل اللي حرموه العلماء. لكن في حاجة اسمها تنظيم النسل. تنظيم النسل اللي مبعدة الولادة من بعضها. في بنات حوي بينقسم لصنفين، في واحدة من مجرد ما ولدت بترضع لمدة 2 سنين، طالما بترضع ما قابلة للحمل أصلا، يعني تحصل المعاشرة لكن ما في حمل 2 سنين، دي ضصن في زبقة، دي ما في داعي تأخذ تنظيم من النسل، دي ممكن لأنه حترضع تفطم جنابة بعد 2 سنين وحتقوم تحمل حالة تلد بعد 1 سنة، يبقى كل 3 سنة بتجيب لها جنة معقول جدا. لأنه الجنة الأولان أخذ كفايته من اللبن. الصنف الثاني بنات حواء مجرد ما تمت 40 يوم وقامت من النفاس اتصل بها زوجها تحمل طوال، يبقى دي للصنف ده يجوز أنها تأخذ موانع الحمل لمباعدة الولادة، ودي أجازوه كل العلماء. وليه؟ لأنه الزولة دي حملت في 40 يوم حتقوم تضطر تفطم جناها ده. وبعدين لا بديل للبن الأم إلا لبن الأم. بعدين حتقوم الجنة الولدته ده حتفطمه، حتضطر تدي لبن العلب، ولبن العلب ما زي لبن الأم، حيعيش مدقور وضعيف وفقر دم وينيميا وإسهالات وكده. الجنة الرقد في بطنه برضو ما حياخد غذاء كفاية من أم، لأنه أمه يا دوب قامت من النفاس مرهقة وتعبانة ما حيلقى الغذاء الكافي. نمرة 3 هي حتنضر، لأنه حالتها النفسية صعبة والنسوان ما بيخلينا قرنها بيقطع فوق اللي قامت من 40 وحملته حاجات زي كده، لحقنا بالكلامات والحالة النفسية. يبقى من كده العلماء أجازوا تنظيم النسل، اللي بتحمل في 40 يجوز لها مجرد ما قامت من 40 تتعاطى موانع الحمل، بيعرفوها الدكاترة لغاية لمدة 2 سنين أو 1.5 سنة لغاية ما جاءنا أدخل كفاية توقف وهكذا. نحن نشكرك شيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة، لكن سنعود بعد الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل محمد أحمد حسن. أنا بذكر السادة المشاهدين بأنه عقب نهاية هذه الحلقة مباشرة وعند الساعة 4:10 سيكون إن شاء الله عندنا تسجيل لحلقة خاصة بعيد الفطر المبارك. نأمل أن تكون مشاركة السادة المشاهدين على نفس هذه الأرقام الظاهرة على الشاشة. نحن في بداية حلقتنا دي يا شيخ محمد أحمد تحدثنا عن الخسارة الحميدة والالتزام بها أو المواصلة فيها والاستمرارية. من أكثر الأشياء الملاحظة أنه كثير من الناس بيتركوا الصلاة، والصلاة هي عماد الدين. والمسألة بتبقى فيها أمور جايطة شوية. نحن يا ريت نستفيد من هذا الجو الروحي الكبير في هذا الشهر الكريم، وعلى الأقل نحافظ على الصلاة.
فعل الله الصلاة الذي هي عماد الدين وهي أعظم فريضة في الإسلام وهي بتحرس الإيمان من الضياع. ولذلك العلماء قالوا فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. زهول فتح قام منه صغير لقوا أمه مسلم وأبوه مسلم وشبع للإسلام. دي ما أعظم نعمة في الوجود. ده اللي قال له كنز أغلى من الدنيا دي كلها. الكنز ده كنز الإيمان. وفتح قام عليه ده ما نعمة عظيمة. لو حافظ على النعمة دي بالصلاة وحرس إيمانه ده بالصلاة يدخل جنة يوم القيامة يدخل جنة الفردوس يعيش في نعيم سرمدي إلى أبد الآباد. قام النعمة دي همشى وترك الصلاة والنعمة دي ضاعت منه. لما حيسكن في نار جهنم الحرارة قدر نار الدنيا 70 مرة إلى أبد الآباد. هذه يعني الصلاة دي لابد زول يعني نصيحة لإخواننا الما كانوا بيصلوا وصلوا في رمضان تحافظوا على الصلاة دي بعد رمضان. لأن الصلاة هي اللي بتحرس الإيمان من الضياع. الزول اللي بترك الصلاة إيمانه ده حيضيع منه ويرحل للدار الآخرة بدون إيمان ويبقى حكمه حكم الكافر اللي بيخون خالد في نار جهنم. أي والبعادة تضيع إيمانه ده ما خسر الدنيا والآخرة. نعم ناخذ أم أحمد من شرق النيل. يا مرحب. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معكم أحسن الشرجميل. مرحب بك تفضلي. والله طبعا أولا أنا يعني لو سأل إنسان دار يستفسر من حاجة وأنا كنت سمعتها من الشيخ محمد أحمد حسن فوصلها بنفس اللهجة بتاعتي يعني عايزة بس أطلب العفو في الحتة دي. تطلب العفو يعني أنا قاعدة أوصل يعني ما حاجة من عندي لكن كنت سمعتها لكن بوصلها بنفس لهجتي. حاجة الثانية يعني كان في خلاف بين هنا وأنا ما عندي أي مشكلة مع الناس دي. مشيت لحد عندهم فعلا ما اشتغلت بالخلاف ده. مشيت لحد عندهم جاءت بنتهم بعد ما ركتها قالت لي السبب واحد يجيبك لينا ما فيه ما تجينا نهائي. أنا برا ما عندي معهم خلاف ولا بحاركهم ولا شيء. لو شيء منهم ببارك لهم البيت لو بحضر وبقول لهم البركة فيه لكن بس ما بقول بيتهم لأنها وقفتني هذه الجاهلين. كويس. بارك الله فيك. يعني أختنا بتبلغ يعني تبلغ الدعوة إلى الله تعالى لكن اختارت الأسلوب حقي يعني تحاكيني في تبلغ الدعوة ده فلما أنا مسامحك فيه وأجر عظيم. وبرضه عندي يعني هاخد الأسماء شنو دي اللي سماها شنو الزول لما يبيع سمسرة عندي حق السمسرة من السواب لأنك بتحكيني وتبلغ الدعوة. عندي سمسرة في الدعوة تحت في السواب حقك ده إن شاء الله وسامح ليك وبلغي وحاكي وجزاك الله خير. نجي لسؤال الثاني اللي هي قالت إنه قرايبة تمشي لهم وكذا قامت وتمشي في الفرح والكره وزيارات لصلة الأرحام وهي حريصة على صلة الرحم خوفا من عقوبة قطعة الرحم. لكن واحدة من البنات قالت لها شيء تنجيبي كلنا تاني ما يعني بيتنا ده ما دعتي بخالص. هي وقفت ما خلت وقفتها ثبتت لكن قالت تقابلهم في مناسبة تسلم عليهم حصل لهم فرح برضو حاجات كده تقابلهم في أي محل تسلم عليهم. يبقى أنه أقول لي أختنا أنت ما عندك زني خلاص أديت عليك وأجرك عظيم عند الله تعالى. لكن أقول لي البيت دي قالت لي قريبتي دي ما تجينا البيت تكسب شنو من كلامك ده تكسب شنو غير نار جهنم ما في حاجة غير كده. زول يعني عين في نار جهنم مش يدخلها دي ما دخول لنار جهنم. ليه؟ لأنه الصادق المصدوق ما بينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وبرضه في سنن أبي داود قال عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة فمن هجر فوق ثلاثة فمات دخل النار. يبقى هسع البدي لو ماتت في أي لحظة من اللحظات نار جهنم مضمونة 100% لأهل يدك لما الصادق المصدوق. يبقى نقول للبدي ألحق نفسك وليغيرة ولكل زول مقاطع الأرحام ألحقوا نفسكم ما بتقدروا تستحملوا نار جهنم ألحقوا نفسكم ما تغشوا نفسكم الشيطان ما يخدعكم تعاندوا تتكبروا وتقاطعوا الأرحام ألحقوا نفسكم أنا تراني كلمتكم. أي قطيعة الرحم تحرم زول من الجنة وتدخل نار جهنم. في صحيح البخاري ومسلم عن محمد بن جبير بن مطعم
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يوميا الرحم دي تنادي من وصلني وصله الله من قطعني قطعه الله. يبقى قطع الأرحام ربنا يقطع منه رحمته وهدايته ومغفرته، حيمشي وين؟ يمشي مع إبليس لأنه طاع إبليس وخالف أمر الله. نعم. معانا من حلفة الجديدة نعمات، مرحب. ألو يا عماد، مرحب معنا عماد مش نعمات، مرحب يا عماد. ألو انقطع الخط يعني. طيب نحن برضو في أخونا جمال هو بيسأل، قال بيسأل من معنى قوله تعالى لإلاف قريش. أيوة دار معنى هذه الآية. أيوة هي في طبعا في سورة اسمها سورة قريش. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يعني ربنا تبارك وتعالى بمن علي قريش اللي هم ربنا أنعم عليهم برحلة الشتاء والصيف، اللي رحلة الشتاء لبلاد اليمن أو واحدة لبلاد اليمن واحدة لبلاد الشام، يمشي تاجروا ويجيبوا الخيرات لأنه هناك مكة كان أرض صحراء ما فيها زراعة، يشيلوا الجلود يشيلوا حاجات يبعها في اليمن يجيبوا العيش، يشيلوا يمشي بلاد الشام يجيبوا، عندهم رحلتين واحدة لبلاد الشام واحدة لبلاد اليمن. وربنا بمن عليهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء في الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والاثنين ديل من أجل النعم للإنسان. أي دولة خوف في العالم ربنا أنعم عليها بالنعمتين ديلا يبقى دي أعظم منها، الأمن والغذاء. ديل أكبر نعمة ربنا منان عليه قريش. لإلاف قريش إلاف معناته الاعتياد والألفة. يعني يا قريش ربنا جعل بين الألفة والتآلف والاحتياد للرحلتين دي. فليعبدوا رب هذا البيت. ربنا جعل بين الألفة والاحتياد لرحلة الشتاء والصيف ويترزقوا منها، فليشكروا الله تعالى على أن يعبدوا البيت. وقالوا قريش كان بيسافر لبلاد الشام محترمين آمنين من الخوف، لأنه أي زول يشوفهم يحترمون، ولدي له حرست بيت الله الحرام، ديل سدنت بيت الله الحرام، يحترمون غاية الاحترام. ودي نعمة من الله. كان المطلوب أول ما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام يأمنوا به ويتبعوه، شكر للنعمة وزيادة للنعمة. لكن نعم معانا من بربر الأخ طيب، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزيكم خير. نعم تفضل. الله يخليك. بسأل عن قطعة الرحم. نعم أي. أنا يا شيخنا طبعا لنا أهل طبعا كثيرين وبما فيهم عمتنا وبعيدين يعني عننا، ما قريبين لنا يعني، وما القطيعة المقصود اللي الواحد يدفع الرحلة مثلا يعني يعني عدم المقدرة على مواصلتهم. كلام سيء. تعتبر هي بقطيعة رحلة؟ أيوة نعم كويس. ده قاعد يحصل كثير الآن. سؤال مهم جدا الحقيقة. هنا ده طبعا قطيعة الرحم هو الزول يكون مخاصم أهله، دخل في مشكلة معاهن ويتقاطعوا، لا يمشوا لبعض لا في سراء لا في فرح لا في كره، متخاصمين متقاطعين، يقابل بعض في كل مكان، دي يقبل منه غادي يقبل منه غادي، أهدي هالقطيعة المحرمة. أما زول أنت، نحن أي واحد فينا عنده أهل منتشرين في العالم، الأهل المنتشرين في العالم ديلا أهلك الموجودين مثلا في ولاية الخرطوم تمشيلهم في ثلاثة حاجات مهمات بنفسك، اللي هي حصل لهم موت لابد تمشي تعزيهم تواسيهم تخفف عليهم الحزن، لأنك تقدر تمشي وفي نفس اليوم تأدي المهمة وتجي راجع لبيتك. أي زول في ولاية الخرطوم يقدر يمشي يعزي ويجي راجع. الدل نمرة واحد. نمرة اثنين، عرس لبيتهم لولدهم تمشي تبارك ليهم وتهنيهم وتجي راجع. نمرة ثلاثة، زول مرض عملوا له عملية في المستشفى ورقد في البيت تمشي تعود وتجي راجع. دي الثلاثة دي لابد تمشي بنفسها. أما الحاجات الثانية بنته نجحت ولده نجح بالتلفون تبارك لهم بالتلفون. ما حصلت لهم الحاجات زي دي تقابلهم في أي مناسبة تسلم عليهم. أهلك البر من ولاية الخرطوم
الثلاثة دين لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أنا ما مكلف شرعا أقوم مهن عندها في بورسودان أركب أمشي أجي رايع ولي حبيبتك في الأبيض ماتت أركب أمشي أجي أقول لي عمك في سنار مات يبقى شغلته كلها سفر. لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. دي لها للبر من ولاية الخرطوم بالتلفون مات لي عمي في بورسودان البركة فيكم يا أولاد عمي الدوام لله إن شاء الله ربنا يتغمد برحمة الواسعة أي كل حيل الموت الدوام لله بالاستطاع يعني بالتلفون عرس اللي بيتم ورق عليكم عرس البنية عقبالة خياتة ما إن شاء الله إن شاء الله بيت مال وعيال بالتلفون عمهن عملوا له عملية الحمد لله سلامة الوالد إن شاء الله العملية نجحت ألف الحمد لله على السلام إن شاء الله ربنا عجل له وشفاء بالتلفون. نأخذ التلفون من ليبيا. صلاح مرحب. ألو مرحب يا صلاح. الو مرحبا. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. اتفضل. انا شيخ اللي قاعد مجموعه الولايه عمان. نعم. قاعدين عمان هنا قاعدين مجموعه بالحاجه طبعا الشد بيننا والله بالشد. ما سامعنا كويس احنا. عيد السؤال ثاني كذي. عيد السؤال ثاني اخ ما فهمنا. انت عمال اي عمال الفطرة الفطرة ولا الحج وانت انت يا صلاح اسمعنا بالتلفون ما تسمعنا بالتلفزيون كده عيد السؤال تاني بالتلفون كأنك بتتكلم معانا بالتلفون خلي التلفزيون ده بعيد اقول بالتلفون الو موضوعك شنو؟ الو يا صلاح سؤالي ما واضح خليه عشان نكسب الزمن. نعم معلش نحن ما قادرين يعني انا اود انبه انه المشاهدين الكرام عند طرح الأسئلة يجب انه الابتعاد عن التلفزيون بعيد جدا ويسمع لنا من خلال التلفون الاستماع عن طريق التلفون وليس التلفزيون لانه في فرق بتاع زمن من خلال البث لانه الصوره بتصل متاخره او الصوت بيصل متاخر من خلال التلفزيون لكن بالتلفون بيكون مباشر. نحن نرجو انه المشاهدين ينتبهوا لهذه المساله. طيب في سؤال بس نقطه صغيره كده في صله الرحم تكمل لي سؤال اخونا يبقى انت اهلك ديل ما بتقدر تواصلهم كده يبقى بس تواصلهم في الثلاثه ذكرناه ثلاثه الكبار البعيدين بالتلفون القريبين تمشي بنفسك واخونا ده مثلا في المملكة العربية السعودية ممكن بالتلفون لكل ديل ما مكلف يجي من السعودية عشان يعزي في عمه المات والله يحضر عرس بيت عمه لا بالتلفون ما بارك لو هو بيسأل عن هل يؤسم لو يعني لا ما نحن زمان لما يقوم بالعمل ده ما بيؤسم خلاص سد الفرض وما بيعتبر قاطع للرحم ما بيعتبر قاطع لأنه المواصلة بالتلفون مواصلة صلة هاي انت ما تقدر تمشي له بنفسك بالتلفون حتى لو 3-4 سنة ما قدر وصل هاي ان شاء الله 20 سنة ما دام هل بينك وبينهم في زعل لا ما في لما انت يجوا من البلد زول مش بتسأل عليه ونحن في البلد مو طيبين وسالمين هاي جزول من البلد تاني طيبين وسالمين طبعا المواصلات بتكون في بالتلفون بالزوار بيجوا انت بتسأل عنهم وانا بسأل عنهم بس ما عليه اسم يعني ما في زعل ما المهم ما في زعل نعم أي. طيب معنا من الدويم الاخ حسن يا مرحب السلام عليكم عليكم السلام يا انا عاوز اسال الشيخ نعم تفضل اقول له زكاة الفطرة زكاة الفطرة دي يمكن انا اطلعها براي ولا اطلع لي ابوي يعني ابوي قاعد يطلع لي بس انا عاوز اطلع انا براي كويس نعم. السؤال الاول والسؤال الثاني انا لو ماسك يعني قاعد اشرب في حاجه والاذان بتاع الصبح اذان الصيام كيف وانا شربت الحاجه دي والاذان اذان بعدها اي الاذان بعدها كده الحاجه اثناء ما اذان الاذان طوالي نزلت الكوز انت اول ما سمعت اول ما سمعت الله اكبر فمركت الكوز من خشمك مش كده خلاص كويس نرد عليه والسؤال الثاني زكاة الفطرة دي يعني انا اطلعها ولا اطلعها لابوي كلام انا ما يعني لا خلاص ما صغير فهمنا الشعر فهمنا الشعر هنا طبعا في البيت في اولاد وبنات وحدين شغالين موظفين وحدين كذا بنات كذا هنا اللبو بيقوم بيقولوا ماسك الإدارة بتاعت البيت مصارف البيت هو بيطلع زكاة الفطرة لكن كمان عشان ولده الشغال موظف ده ما يقول أبوي قاعد يطلع زكاة الفطرة من أنا صغير واللبو يقول ولدي ما دام يشتغل موظف حيطلعها يبقى ده يتكل على ده وده ليه ده لا يتفاهم اللبو يا أولاد
انت حتطلع زكاة الفطر ولا طلع عليكم يا ابوي؟ انت ما معودنا كل سنة بتطلع لنا زكاة الفطر، طلع علينا. خلاص جيب قبطني قبطني يلم منه ونطلع. الولد قال له يا ابوي انا في الشغل في ذول مسكين خالص راح ادي زكاة الفطر بتعدين. خلاص اديه. البيت قالت انا كمان جارتنا كده كده اديها. اي وبعدك يقوم يطلع الباقي. المهم يكون في مفاهمه بين الاسره الناس الشغالي. اما اذا كان الاب واولاده كلهم طلبه بيقروا ويبقى يطلع لهم كلهم زكاه الفطر، حتى الطفل اللي جا ولده ليله العيد يطلع له زكاه الفطر. نعم. معنا من رفاعه الاخ عمر، يا مرحب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مولانا؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا اخي، الله يديكم العافيه. الله يبارك فيك. انا مره ماشي في الطريق في الخرطوم سايق العربيه. أيه. وقفني بوليس بتاع المرور. سمع. فانا اصلا ما عندي مخالفه. اي فهو طلب مني ادفع ايصال ب 30000. ايوه. انا قلت له والله 30000 ما عندي، وست معاول مفاوضه وشال مني 10000. هالمزله دي وانا صايم كنت. ايوه. خلاص. انت ما عندك ذنب في الحاله دي، ما طالما ما عندك وشال منك وخلاص، هو الحاله دي هو مسؤول عن الشاله ده يورد الى الخزنة العام. لكن انت ما عندك ذنب. لكن خلاص يعني عليك. نعم. نرجع لولدنا ده، عنده باقي سؤال الاول ما سال عن الزكاة. نعم زكاة الفطرة. ثاني عنده سؤال ثاني. نعم ده زكاة السحور، قال لو هو اي صح. اللي قال انه هو الأذان وهو شريب. لا وقال بيشرب سمع الأذان الله أكبر. في الحالة دي مرق الكود من خشمه خلاص صيامه صحيح. لكن سمع الله أكبر وواصل الشراب وصيامه بطل عليه قضاء يوم. لكن مجرد ما كان عارف الأذان حتى الكود من خشمه كوع كوع بس الله أكبر كت مرق من خشمه والفي خشمه تفنه خلاص صيامه صحيح. صيام كده صحيح. طيب من السعودية معنا مرتضى، مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ انا عندي فوق السؤال، عندي ثلاث اسئله للشيخ محمد حسن. نعم تفضل. تفضل يا شيخ. انا في اجازه وانا نازل السودان، جاي من المنطقه الشرقيه نازل السودان بخصوص الحج، كان في قبل الحج فما لقيت حجي، وانا فوت الميقات اللي هو ميقات اهل الرياض من الطائف. ايوه. فوت الميقات وقعدت يومين في جده واحرمت من جده ومشيت حجيت. سمع. يعني فوت الاغاني، هل علي حجي؟ ايوه. كلام بدا لي سنتين وانا نازل. اي صحيح. اي اي. السؤال الثاني يا شيخنا. اي. بالنسبه يعني احنا قاعدين مجموعه هنا بنتكلم عن زكاه الفطر، بيقول لك يعني حتى الجنين في بطن امه والده بيطلع عليه زكاه الفطر. كويس. وهل يعني بالنسبه لزكاه الفطر الجنين في بطن امه بيطلعوا عليه زكاه الفطر؟ كويس. نعم. نرد على سؤالاتك ان شاء الله. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ. نعم. بالنسبه لسؤالي، بالنسبه انا هنا موجود في المدينه المنوره يا شيخنا، بظروف عملي يعني كل طيله السنين اللي فاتت هذه الحمد لله الواحد بيصلي ومدقين وصلى التراويح والعشاء كلها في الحرم. نعم. ففي الفتره هذه ظروف عملي ما بتسمح لي، يعني انا بداوم بعد الساعه 10 الى الساعه 3 الفجر، بعد ما اجي بعد صلاه الساعه 3 الصبح بصلي التراويح حتى صلاه الغياب على حالي في الغرفه. كويس. سلام سمحت جزاكم الله خير. نعم. ان شاء الله الزمن يسمح لنا بانه نرد. السؤال الاول مهم خالص اللي هو طبعا فوت الميقات. فوت الميقات ودخل مكه وادى فريضه الحج، يبقى هنا مجاوزه الميقات بدون احرام يلزم هدي. اي يلزم هدي الضحل وخروف. ولكن اخونا طبعا خلاص ادى الحج مده سنتين وما ذبح الهدي لانه ترك واجب من واجبات الحج اللي هو الاحرام من الميقات. دخل مكه بدون احرام، احرم من جده لكن كان احرامه يكون محل ميقات احرام الطائف. يبغى نقول لاخونا ده هسه برضه الموضوع ممكن يستدرك. يستدرك بشنو؟ اي واحد من زملائك ماشي الحج اديه ثمن الهدي. كان ثمن الهدي 60 ريال 100 ريال، ادي يقول لي يا اخي ساعه تمشي مكه في هناك في البنك بينادي يا حاج تعال ورد الهدي بتاعك نحن نضبح نيابه عنك، تقوم تورد لي المبلغ ده وتجيب لي يوصل. طوال يقوم يورد المبلغ يجيب له وصل يبقى خلاص. انت حيقوم البنك ده يضبح الهدي نيابه عنك. الهدي ده حق شنو؟ لانك مده كم سنه دخلت مكه بدون احرام. اي نعم. يعني ما حرمت من الميقات، تركت واجب من واجبات الحج، والواجب يجبر بالهدي.
لو كنت صمت 3 يوم في داخل مكة و7 يوم لما رجعت من شغلك كان انتهى الموضوع، لكن ما صمته. يبقى أسح ترسل تمن الهدي يضبح إليه. نعم. هديا بالغ الكعبة. نعم. ما بيجوز تضبح في البلد اللي انت فيها. نعم. طيب بالنسبة قال للجنين، فترة الجنين في بطن أي كلام الناس اللي بيقول الجنين في بطن أمه نطلع له زكاة الفطر، ده كلام ما له أصل خالص في إلا يولد. أي ده كلام بتاع ناس ساكت. المولود اللي هو ولدوه ليلة العيد إذا نطلع لزكاة الفطر. لكن ولد صباح بعد طلوع فجر يوم العيد ولدة اللوم دي ما عليه زكاة فطر. طيب بالنسبة للصلاة وحده في الغرفة، أيوة هو مسكي ما شاء الله، وقال كان في المدينة المنورة يحرص على صلاة الأوقات كلها في المسجد النبوي، وصل في المسجد النبوي 1000 صلاة. لكن الساعة ظروف عمله بقت ما بتسمع شيء، لكن محافظ على صلاته والفريضة والنفل والقيام الليل والتراويح، أجرك عظيم، إنما الأعمال بالنيات. نعم، شكرا جزيلا الشيخ محمد أحمد حسن على حسن الإجابة للمشاهدين الكرام. نأمل أن نلتقي غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج، وأذكر المشاهدين الكرام بأنه عند الساعة 4:10 بعد قليل سيتم تسجيل حلقة خاصة بعيد الفطر المبارك. نرجو من المشاهدين الاتصال والاستفسار عن هذه أو ما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بعيد الفطر المبارك والأعمال الخاصة في هذا اليوم. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.